الله يعطيكم العافية اخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. يا اخوان هسه بدي اعمل لكم فيديو للسلمونيلا. طبعا هذا الفيديو يا اخوان انا مجربه كثير 100%، بس بتمنى من الجميع انه ينشر هذا الفيديو لكل الناس، خلي الناس تتعلم. طبعا وارخص من ما يكون، لا تجيب لي خل تفاح حق العلبة 15 ليرة ولا 20 ليرة الاصلي ولا عبالك. خليكم معي هسه بشوف الطريقة بالتفصيل الممل. طبعا بنجيب يا اخوان كزبرة، هاي شايفين الكزبرة، كزبرة يا اخوان. جبنا كاسة كزبرة بنحطها بالطنجرة، شايفينها؟ طبعا بدك تحط معها 3 لتر مي. هاي اخوان هاي حطينا عليها 3 لتر مي، شايفين كيف؟ هسه بدنا نحطها على الغاز. طبعا يا اخوان بدنا نخليها تغلي شوي، بعد الغلي بدنا نوقفها ربع ساعة خليها ترتاح. بعد ربع ساعة أنا برجع لكم بنكمل إن شاء الله. بس يا إخوان رجعنا لكم، طبعا بعد ما المي غليت وريحتها ربع ساعة، طبعا بتجيب دلو زي هيك شايفين يا إخوان، بتعبوه مي لوين؟ فوق النص، هاي شايفينه فوق النص، بتجيب دلو. وخليكم معي عشان نكمل. هاي شايفين اخوان، هاي حطينا المي بالطنجرة فوق الدلو، هاي شايفين عادي، خلي الحب ينزل عادي يا اخوان، عادي الحمام بتاكل الحب عادي، كمان ما منه ما ضره ولا ايش ان شاء الله.
بعد ما خلصنا بدك تحركه مزبوط، ضلك تحرك فيه تحرك فيه اخوان شايفينه، خليه يختلط مع بعض مزبوط 100%. وهسه اخوان بس يبرد بنحطه وين؟ بالحافظات المي، بالعلب المي، بالمشارب. هاي شايفين ضلك تحرك فيه. هاي شايف كيفين يا اخوان؟ بدك تضلك تحرك فيه تا يختلط. عادي لو حطيت كمان مي مش مشكلة. عادي شايفين يا اخوان؟ عادي لو حطيت كمان مي مش مشكلة. شفت الحب كيف صار يخلط مع الهاي؟ بدك تضلك تخلط فيها. بس المي تبرد يا اخوان بنحط عسل المشارب. هسه شوي بس اخلص الفيديو معاكم بطلع السطح فوق بحط لكم اياه بالمشارب. بس يا اخوان بتمنى من الجميع يعمل لي مشاركة للفيديو، واللي بحب يعني بتمنى من الجميع فيدوا بعض يا اخوان. وانا هاي مجربها، هاي راح اجربها كمان مرة على حمامي، لا تخافوا وتوكلوا على الله. الله يعطيكم العافية اخوان، برجع لكم ان شاء الله. رجعنا لكم يا اخوان، هينا بدنا نعبي المشارب هسه مي. طبعا يا اخوان قسما بالله اشي، هسه دخلت عند الحمام لقيت الشلبية ميتة، يعني والله العظيم حق الجوز 50 دينار فراخ بصاصة. بس خلاص الحمد لله على كل اشي بعمل، يعني الحمد لله على كل اشي. شو اساوي؟ عيط. هاي شايفين يا اخوان كيف تعبي المشاربك، بتحط لها وتقول يا الله انت الشافي المعافي. خليكوا شوي معي اخوان لاني لحالي قاعد بصور. خليكوا شوي. هينا قلبناه يا اخوان المي، هسه بدنا نحط له المي ونقول ايش؟ يا الله انت الشافي المعافي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المي هون، هاي صارت الحمام تشرب. هون في هون شفت فراخ قراقطه، هاي هذول جوزناه من جديد. طبعا انا بديش حابب اصور لكم هون، شايفين اخوان هاي الطيره؟ هاي محن وكسل، هيها قرقطية صفرة. هاي شايفين يا اخوان؟ هاي محن وكسل، هاي محن وكسل شايفينها؟ هسه ان شاء الله بس تيجي تشرب منها ان شاء الله بيروح كل شيء ان شاء الله. تعال ان شاء الله حضلها المي عندهن لبكره. ها البالونيات، اظل الجبنان جديد. هاي الطيره يا اخوان، هاي الطيره من في شب عندنا من اخوه اسمه امير، كان يعلق معي امبارح من بث ابو يوسف. هاي الطيره من عندهم طبعا، والريحانيه ذيك من عندهم. اقسم بالله صابني قرف لا يعلم فيه الا الله من ورا الشلبيه. وطيرة كمان، والطيرة المشكلة، والطيرة أول شغلها. هاي شايفين يا إخوان؟ هاي الشلبي لحاله، هاي شايفينه؟ هاي الشلبي لحاله. طبعاً هذول يا إخوان كمان حاطط لهم دواء، هاي شايفين المي كيف لونها؟ حاطط لهم دواء. طبعاً هذا البقاع يا إخوان الكزبرة. هسه اطلع فوق عند الكش احط لهن كمان
واحد اثنين ثلاثة أربعة. والله الحمد لله على كل شيء. الناس قاعدة بتموت، وقفت على الطير يا اخوان. يا اخوان هسه خليكم معي، خليني اطلع على السطح فوق ونحط للحمام الكش ان شاء الله. يعطيكم العافية يا اخوان. هين رجعنا لكم يا اخوان، هين حطينا المي للحمام، وهاي الباقي الدلو. طبعا باقي الدلو يا اخوان على الارض في كرسنة، شايفين شو اسمه، كزبرة. هاي الكزبرة عادي باكلوها الحمام. في عندي طريقة ثانية، بتقدر تحط كزبرة مع الاكل، بس يا عمي بدك كمية كبيرة كثير، يعني ما راح تلحق عليها. عرفتوا كيف يا اخوان؟ خلينا نتسلى شوي ومع الكش بدل الشلبية نكدت علي هسه هاي. والله الشلبية نكدت علي قسما بالله العظيم. الله يلعن ابو النكد كله. هسه تلاقي طيره وصيروا تدللوا علي، الله اعلم تطلع شغاله ولا لا. هاي اخوان شايفين اليهودي تحت؟ هاب هاب. هذا اليهودي كان معه نكسل، شو اسمه، سلمونيلا. هاي شايفين اخوان، وحطيت له مره مرتين مع الحمام هيك شرب. طبعا طاب، بدك انت تحط يا اخوان كل فتره وفتره، مش تحط كل يوم. خلص خلي الحمام تشرب، بعد اربع خمس ايام اعملهن كمان جوله. هاي هاي اخوان شايفينه، هاي ترى في حمام جوا بهذاك الخم الثاني، شفتها اليوم فيها سلمونيلا. اخوان بتمنى من الجميع يشاهد الفيديو ويفيد غيره. طبعا يا اخوان لا تفيد نفسك، فيد غيرك كمان. وبتمنى من الجميع يعمل لي مشاركة اي مكان، تعمل لي على الفيس، على اي مكان، اي مكان، على الجروبات. خلي الناس يا اخوان تستفيد والله العظيم، لانه جاي هسه امراض ما بيعلم فيها الا الله. طبعا يا اخوان خذوا القاعدة هاي، فيد واستفيد، لا تفيد حالك. لا تفيد حالك يا اخوان، فيد واستفيد، فيدوا واستفيدوا. الله يعوضنا على الشلبية. هيو اليهود، هيو هيو شفتوا كيف جنح وشد. طبعا يا اخوان عملت لكم اياه الفيديو خفيف ولطيف، يعني بس والله بدكم تشدوا حيلكم عليهم. شيروا يا اخوان، شيروه. خلي الناس تستفيد، حرام والله العظيم. طبعا يا اخوان صحيح راح يكون شو اسمه، اذا واحد ما فهمش علي راح يكون بالوصف مكتوب بالتفصيل الممل كيف تعمل، شو تحط وشو تعمل.
طبعا هاي المي اخوان كل الحمام راح يشرب منها، القوية وتعون الصبح كل هاي المي راح تضل هيك وتخلص. هاي شايفين يا اخوان وين الكزبرة على الارض، هاي شايفينها عادي بكون الحمام بكيف على بنبسط. فبتقدر انت تحط كزبرة مع الاكل، بس يا عمي والله مكلف كثير، بدك تحطها تحط. اللي عنده حمام كمية كبيرة لا عم يسويها بالمي وريح راسك. الله يعطيكم العافية اخوان، بدناش نطول عليكم كثير. هاي شايفين كيف الاخوان، هاي الحمام اكلات كل الكزبرة هسا والله، بس قدمت عليها طارت. هاي بشرب المي ما شاء الله عليهن. شايفين كيف يا اخوان؟ طبعا انا خلصت الفيديو بس شفت ان اكلنهن، حكيت خليني اصور لكم اياهم هم قاعدات باكلن فيها.